بسم الله الرحمن الرحيم. درعا نعيمة 29/7/2013. سرفيس مقدم للنقطة الطبية في بلدة نعيمة من فاعل خير من المملكة العربية السعودية. نشكر أخونا فاعل الخير من المملكة العربية السعودية عن طريق الشيخ أبو عبد الرحمن الزهراني على تقديمه الدعم والمساعدة للشعب السوري المنكوب، حيث قام بتقديم سلال غذائية في رمضان للعائلات المنكوبة في الداخل السوري. واليوم يقدم هذا السرفيس للنقطة الطبية في بلدة نعيمة من أجل نقل الجرحى والمرضى والمصابين في البلدة. جزاه الله عنا وعن الشعب السوري كل خير. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلها في ميزان حسناته. اللهم